حسام وأحمد والوليد أصدقاء من زمن الدراسة. حسام وأحمد مجتهدين إلا الوليد للأسف. حسام وأحمد ما يتأخروا عن المدرسة إلا الوليد يخرب بيتك. وصلنا للثانوية وما زلنا نجتهد ونثابر إلا الوليد ما زال يحضر بكتابين ويادوب يكمل الحصة الرابعة. ران اتخرج حسام بشهادة الهندسة، أما أحمد اتخرج بشهادة الآي تي، أما الوليد ما سمعنا عنه من أيام الثانوية، والحين حسام وأحمد رايحين يقدموا على وظيفة. هذا انتو كيف وصلتنا؟ كل المجتهد النصيب، وأنا ما كان اجتهادي في الدراسة. شفتوا هذا الغبي الفاشل؟ دخل عمال حرة حبيبي، وهذه الشركة شركتي. ما شفت الشخص الفاشل في مجال الدراسة يكون فاشل في كل المجالات. حول سبيلك على حساب الشركة، حول. هذا ما صاحب والله العظيم. كيف الأخبار؟ خير الحمد لله. الله يسلمك. بس تفضل عن الملعب. بس حرب واحدة ما عندك غيرها. ليش دي صراحة؟ ترى كله نفس الطعم. صار لك ساعة تلاحقني. سلامات. عندك شيء؟ باغي شيء؟ بس الله يسلمك، كنت احمل لعبة فورتنايت وحصلت معك شبكة من عندي انا. ايوه والله شيء طيب، لكن الصراحة وش رايك نلعب مع بعض؟ والله شرفني. والله توبة نلعبها صح. هذا من اساسيات لعبة فورتنايت. سلامات. طيب سلامات. والله بس اشتقت لأرض الوطن عاد. الله يخليك. بس تلعب مع فورتنايت؟ قبل شوية شايف الاساسيات، تبغى تشوف النهاية؟ سلامات احمد، عسى ما شاء الله. على الله نفس كل مرة. يعني خلاص ماشي امل ولا في الاحلام ما قاعد تحصل اللي منه فايده. خلاص روحنا يا باشا. بس ايش دفيت انا من اللي انا حاطه النوم تقالي علي. خلاص الشباب عندك مو عندك مو باغي. يلا بسرعه بسرعه. يقول مو باغي بعد. والله ماشي بس بغى وظيفه. لو كنت كم والله ما اقدر. يا بلدنا في أرض نادى قاتلتني في أرض الهجون. هذا بيتي يقول لبلا. ركن المهام الصعبة. أي صار فوجي هواجي خلق اخطب. زين أنا مو ذنبي. أنا قاشش عارف شعي وهذا المياه اخطب أقول لك. أي ما خلي أنا هابي. كما هذين أعطيهم بوي بغلو كل شيء أعطيهم بالعافية. هذين ما واجه ما بينه. شوف كيف جه اخطب أقول لك. نمشي على الخطة راح نفوز، ما نمشي على خطك كالعادة راح نخسر. راح نستلم الغرض من عدونا فيصل. جاهزين؟ جاهزين. استلم سريع. اسمعني نواف، السنة اللي فاتت فزنا عليهم، هذه السنة لازم تعرف الزعيم يزعل. إذا زعل الزعيم احنا خسرانين. شد حيلك يا نواف، هذه الشنطة معك. شيل الشنطة. اوكي يلا. أكيد سويتوها نفس السنة الماضية. هلا والله. كفو كفو.